بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه المحاضرة، طبعا الأسبوع الخامس، محاضرة الثالثة من الأسبوع الخامس لمادة لأصول المحاكمات. طبعا انتهينا في المحاضرة السابقة، المحاضرة الثانية للأسبوع الخامس، اللي هو لموضوع قواعد الاختصاص النوعي. طبعا بموجب هذا الاختصاص النوعي هو تحديد صلاحية المحكمة للنظر في المنازعات المدنية والتجارية حسب طبيعتها أو نوعها بغض النظر عن القيمة. إذن إحنا عندما تحدثنا عن الاختصاص القيمي وقلنا أن محكمة الصلح تختص في القضايا التي تكون قيمتها 10,000 دينار فما دون، وبالتالي كلما زاد المبلغ على 10,000 يخرج من نطاق اختصاصها. وقلنا أيضا، بدأنا في المحاضرة السابقة اللي هو تحدثنا عن الاختصاص النوعي، بدأنا في الاختصاص النوعي لمحكمة الصلح، وأولى هذا الاختصاص اللي هو قسمة الأموال المشتركة، حيث يفترض هذا النوع من الدعاوى وجود عدد من الشركاء يملكون عقارا أو منقولا ملكية مشتركة، سواء عن طريق الشراء أو عن طريق الإرث، وعلى ذلك تختص محكمة الصلح بالنظر في مثل هذه الدعاوى، سواء تعلق الأمر بعقارات أم بمنقولات مهما كان قيمتها، سواء كانت قسمة إفراز أو انتفاع عن طريق المهيئة المكانية والمهيئة الزمانية. طبعا قلنا هذه الدعوة لها شروط لتحريكها. أول هذه الشروط، يجب أن يكون العقار أو المنقول مملوكا على الشيوع. طالما أن هناك اسم الدعوة اللي هو دعوة اللي هو قسمة أموال مشتركة، إذا تكون هذه الأموال إما آلت إلى مالكيها عن طريق الشيوع أو عن طريق الإرث أو عن طريق الشراء على الشيوع، ويجب أن لا يكون هناك نزاع حول الملكية، بمعنى أن تكون الملكية مسجلة على اسم الشخص الذي يطالب بإجراء قسمة الأموال المشتركة. فإذا كان هناك نزاع حول ملكية هذا العقار أو المنقول، لابد أن توقف دعوى قسمة الأموال وينظر في دعوى أو ترفع دعوى اسمها إثبات ملكية، وبالتالي بعدما تثبت الملكية يتم اللي هو إجراء أو تحريك دعوى اللي هو القسمة. وعليه أن العقد العرفي لا يصلح سندا للادعاء بملكية العقار وإن اقترن بالتصرف، بمعنى أنك تكون مالكا لقطعة أرض أو مقول بموجب سند أو عقد عرفي، هذا يعطيك حرية التصرف، ولكنه لا يستطيع أن يثبت أنه ملكية، ولكنه يستطيع من خلال هذا العقد العرفي أن يدفع بأن هذا الشخص الذي يدعي الملكية ليس مالكا للعقار وكذلك أو المنقول. وكذلك إذا تعدد الشركاء في ملكية العقار أو المنقول، يجوز رفع دعوى القسمة من جميع الشركاء أو من أحدهم على أن يختصم فيها باقي شركائه في هذا العقار أو المنقول. فإذا ما كان طبعا أحد هؤلاء الشركاء قاصرا، يتولى عنه من يمثله، سواء كان وليا أو وصيا أو أي ممثل قانوني يحل محله في تقسيم هذه الملكية. وكذلك لا بد وأن يكون هناك ضرر من استمرار الشيوع، ولكن المشرع قد افترض أن هناك ضرر طالما مر على ملكية هذا المنقول أو العقار مدة 5 سنوات، وبالتالي أجاز القانون لكل من تضرر وفات ال5 سنوات أن يطلب قسمة هذا المال الشائع حتى ولو كان عن طريق المحكمة
بإجبار الشركاء لإزالة الشيوع فيما بينهم. ننتقل إلى الدعاوى الأخرى، وهي يدخل في نطاق اختصاص محكمة الصلح، اللي هو دعاوى إخلاء العين المؤجرة. طبعا دعاوى الإخلاء إما تأخذ صورتين، الصورة الأولى هو دعوى إخلاء دور السكن، بمعنى أن أو محل تجارية. نبدأ أولا في اللي هو وجود عقار مؤجر بين الطرفين، فإذا ما أثيرت منازع حول ملكية العقار أثناء نظر الدعوى الإخلاء أو المطالبة بدفع الأجرة، يوقف زي ما قلنا البت في هذه الدعوة حتى يستطيع المؤجر أن يثبت أنه مالكا بموجب إثبات الملكية. طبعا عادة يا إخوان زي ما قلنا العقار يجب أن يكون مخصصا للسكن، ولكي نرفع دعوى إخلاء المأجور لابد أن تتوافر أسباب الإخلاء، وهي كالآتي، تطرقها سواء القانون القديم أو القانون الحديث. قال لك في حالة ما إذا امتنع المستأجر عن دفع الأجرة، يستطيع المؤجر القيام برفع دعوى إخلاء مأجور، والسبب يكون الامتناع عن دفع الأجرة. وكذلك في حالة ما إذا قام اللي هو المستأجر بمخالفة أحكام عقد الإيجار، وهي قيامه اللي هو بتغيير معالم المأجور أو استخدام العين المؤجرة لغير الغرض الذي أعد من أجله. كيف؟ يعني أنا أروح مقسم له تغيير معالم المأجور، إنه أنا تأجرت شقة سكنية فيها غرفتين وصالون كبير، بصحش إلي إن أنا أروح قاسم الصالون وعامل جزء منه لاستقبال الضيوف وجزء آخر نعملها غرفة نوم. ففي هذه الحالة لابد وأن يكون قد تم اللي هو أن تقوم بعدم إجراء هذه القسمة، على اعتبار أن ذلك يدخل في نطاق اللي هو اختصاص ذلك الأمر، لابد وأن يكون قد مر عليه فترة من الزمن، بمعنى يجب أن يقوم المؤجر أو المستأجر بأخذ إذن من المؤجر للقيام بأي إجراء اللي هو فيما يتعلق بتغيير معالم المأجور، وإلا اعتبر أنه خالف بنود العقد. وأيضا إذا ما تعلق الأمر بقيام المستأجر استخدام العين المؤجرة، في أن مثلا استأجرتها للسكن وأقوم اللي هو فتح مصنع لحياكة الملابس، كذلك في دعاوى الإيجار أو من الأسباب التي تجعل اللي هو المؤجر رفع دعوى إخلاء مأجور، وذلك إذا قام ذلك المستأجر بتأجير العين المؤجرة من الباطن، بمعنى أنا تأجرت منك شقة سكنية، بصحش إني أنا أقوم بتأجيرها إلا بعد، طبعا إذا كان هناك اتفاق أو استأذن المستأجر من المؤجر يستطيع أن يقوم اللي هو بالتأجير. كذلك إذا احتاج المؤجر العين المؤجرة للمقاصد الخاصة، المقاصد الخاصة المقصود بها يعني أنا عندي شقة مأجرها بدي أزوج ابني، أستطيع أرفع دعوة إخلاءها، وذلك من أجل لحاجتي الماسة إليها. ولكن هناك لابد أن يتم عرض بديل مناسب. طبعا إنك تقول له في الشارع هذا في شقة سكنية للإيجار، ممكن أنت تروح تستأجر بها، وألا يكون للمؤجر بديلا آخر. يعني إذا أنت عندك 10 شقق والعشر شقق أنت مأجر واحدة والثمانية فاضيين، أو عندك شقتين فاضية، فلا يحق لك المطالبة إلا بعد انقضاء المدة المتفق عليها حسب القانون الجديد. كذلك يستطيع المؤجر إخلاء العين المؤجرة في حالة الهدم والبناء أو إجراء ترميمات ضرورية لتلك العين المؤجرة، وهذه أيضا لها شروط، إذ يستوجب على المؤجر
القيام بإخطار المستأجر وإعطائه مدة لا تقل عن 3 شهور، أو منحه مدة بمعنى أدق 3 شهور، وذلك من أجل اللي هو إخلاء العين المؤجرة مع بيان سبب الإخلاء. هذا فيما يتعلق بدور السكن. ويسري على المحال التجارية إخلاء العقارة التجارية أو المحلات التجارية نفس الشروط التي تحدثت عنها أو التي تكون موجبة لإخلاء اللي هو العين المؤجرة. إذن عندنا كذلك دعوى إخلاء الأرض الفضاء. إذن إحنا كنا تحدثنا، إذن تحدثنا عن إخلاء دور السكن، تحدثنا عن إخلاء العقارات وقلنا هي نفس الشروط الموجبة للإخلاء طبعا، وينتهي معروف العقد بانتهاء مدة المقرر له ما لم يتم تجديد المدة القانونية. طبعا إخلاء الأرض الفضاء هذه الدعاوى تخضع للقواعد العامة المقررة في قانون المدني، والتي يجوز للمؤجر إخلاء هذه الأرض بمجرد انتهاء المدة المتفق عليها فيما بين المؤجر والمستأجر. وكذلك نتحدث عن دعوى إخلاء العقارات الزراعية. طبعا يجب أن يكون عقد الإيجار مسجلا، التمنع عن دفع الأجرة. هذه الدعاوى اللي هو مرتبطة بمدة زمنية من خلالها يستطيع المؤجر إخراج المستأجر. ثالثا دعاوى حقوق الارتفاق، وأيضا هذا النوع من القضايا يدخل في صميم اختصاص محكمة الصلح، وهي عبارة عن حقوق تحد من منفعة عقار لمصلحة عقار آخر، وهي حقوق عينية أصلية تتعلق بالعقارات مثل حق المرور والمسيل وحق الشرب، حيث تختص محكمة الصلح نوعيا بأي دعوة تتعلق بحق ارتفاق من حيث نشأته أو وجوده أو إلغائه أو استعماله أو صيانته. كذلك يدخل في نطاق اللي هو اختصاص نوعي لمحكمة الصلح، وهو دعاوى وضع اليد أو الحيازة، وهذه الدعاوى تتعلق بحيازة أموال غير منقولة بمعنى أموال عقارية، على اعتبار أن القانون يحمل حيازة لذاتها، على افتراض أن الحائز هو المالك والقانون يحمي حيازته، وبالتالي يجوز للمالك وللحائز المتصرف في العقار رفع هذه الدعوى باعتباره صاحب حق حتى وإن كانت ملكية العقار غير مسجلة في الطابو باسمه، وتختص محكمة الصلح نوعيا بهذا النوع من الدعاوى مهما كانت قيمة العقار الذي يكون تحت حيازة هذا الشخص. ولكن إن أصفرت البينة المسموعة في دعوى وضع اليد عن نزاع حقيقي حول الملكية، يجب على المحكمة زي ما قلنا أن توقف البت في دعوى وضع اليد لحين إثبات الملكية، البت فيها والبت فيها، ولبيان اللي هو دعاوى الحيازة نستعرض أو نشير إلى ما يلي. أولا اللي هي دعوى وضع اليد بالاشتراك، وبالتالي هذا النوع من الدعاوى يحتاج إلى شروط إن توافرت، زي تعدد الملاك، استئثار بعض الملاك بحيازة الانتفاع بالعقار دون الآخرين، مثل قيام أحد الشركاء أو الغير بأعمال من شأنها أن تدل على أنه المالك الوحيد. كذلك ترفع هذه الدعاوى في وضع اليد بالاشتراك خلال مدة مرور الزمن، لأنه يمضي 15 سنة في الملك الخاص و10 سنوات في الأرض الميري، على الرغم أن القانون مدة التقادم لا تسري على الأراضي الأميرية، فإذا انقضت هذه المدة قبل رفعها فلا يجوز سماعها.
كذلك دعوى نزع اليد أو رفع اليد تشترط أولاً أن يكون المدعي مالكاً للعقار أو على الأقل صاحب حق تصرف كسند الطابو أو عقد اتفاق على بيع. أيضاً يجب أن يكون العقار تحت يد المدعي أو في حيازته وقت الاعتداء ولو حكماً، ويجوز للمالك رفع دعوى نزع اليد حتى وإن لم يكن قد سبق له وأن وضع يده على العقار محل الادعاء، وذلك على اعتبار أن سند الملكية أقوى من الحيازة ما لم تكن مدة الحيازة قد تجاوزت مرور الزمن ألا وهو التقادم. كذلك يجب أن تكون اليد السابقة على العقار قد نزعت بالقوة أو العنف أو أصبحت يد الحائز غاصب بعد أن كانت حيازته مشروعة، فإذا ما تنازع صاحب اليد الحديثة حول ملكية العقار فيجب إيقاف الفصل في هذه الدعوة لحين الفصل في مسألة الملكية. أما إذا كانت المنازع حول الأحقية أو الأسبقية في الحيازة أو وضع اليد فإنه يحكم بوضع اليد على العقار لصاحب السند الأقوى، وكذلك يشترط عدم مرور الزمن على صاحب الاعتداء لأنه مانع من سماع الدعوى إذا كان مصاحبا لإنكار ذلك الحق. إذن ننتقل إلى نوع آخر من الدعاوى ألا وهي دعاوى إعادة الحال السابق. هذا النوع من الدعاوى يشترط فيها أن يكون هناك اعتداء على ملك شخص وذلك بقيام شخص بإحداث يده على عقار أو اعتبار يده يد غاصب على العقار المملوك لغيره، أو قيام المالك أو المتصرف برفع اليد الغاصبة بالقوة والغلبة وعدم اتباع الطرق القانونية برفع دعوى نزع اليد أو رفع اليد الغاصب. كذلك يجب ألا يتم مرور الزمن على رفع يد الغاصب، فإذا أثبت الحائز أن صاحب السند المالك المتضرر قد ضبط العقار جبرا وغلبا فإن محكمة الصلح تحمي حيازته المجردة عفوا وتحكم بإعادة الحال السابق وإعادة يده على العقار على النحو الذي كان عليه قبل طرده منه، وتنبه على صاحب السند أن يرجع إلى الطرق القانونية وذلك بدعوى نزع يد أو رفع يد اللي هو الغاصب الذي كان غاصبا لهذا الأرض. خامسا دعوى الانتفاع بالعقار، ويشمل هذا النوع من الدعاوى كافة صور وأسباب الانتفاع بالعقار سواء كان بموجب عقد إيجار أو بموجب إذن من المالك، مثل حق الانتفاع باعتباره حقا عينيا أو الوصية بالمنفعة. فالمستأجر يكون باستطاعته رفع دعوى لإجبار المؤجر على تسليم العين المؤجرة وذلك من أجل الانتفاع بها بموجب عقد الإيجار المحرر بينه وبين المؤجر. وإذا ثار نزاع حول التزامات كل من المستأجر أو المؤجر للانتفاع بالعقار فإن الاختصاص يكون لمحكمة الصلح، وهكذا بالنسبة لحق الانتفاع بالمهيئة الزمانية أو المكانية. كذلك دعوى يدخل في اختصاص محاكم الصلح اللي هو دعوى تعيين الحدود وتصحيحها، وهي عبارة عن إعادة وضع الحدود الفاصلة بين عقارين متجاورين طبقا للخرائط الرسمية أو الاتفاقات المحددة بين أطراف المالكين، وهذا يتطلب انتقال المحكمة المختصة بكامل هيئتها لرسم الحدود
وفق المستندات والأوراق والخرائط على أرض الواقع أو الطبيعة، على افتراض عدم وجود نزاع حول الملكية. وكذلك تختص محكمة الصلح إذا كان هناك تعدي على الحدود بين العقارات المتجاورة، وتحديد المسافات بين الأراضي المتجاورة عند البناء، وهذا ما يطلق عليه كم زي ما انتم عارفين اللي هو الارتداد المتفق عليه حسب القانون. كذلك الدعوة السابعة وهي استرداد العارية، وهي طلب المالك استرداد العقار أو المنقول من المستعير الذي يتوجب عليه رد العارية في الأجل المتفق عليه مع جميع التوابع والزيادات التي لحقت بها منذ تاريخ الإعارة حتى انتهائها. فإذا كانت الإعارة لأجل غير معين، وجب على المستعير أن يرد العارية بعد استعمالها، وذلك وفقا للغاية أو السبب المتفق عليه أو اللجوء للعرف وأحكامه. وإذا كان الغرض منها غير معين، فللمعير أن يطلبها في كل وقت ما لم يكن هناك عرفا مخالفا. كما يمكن طلب رد العارية إذا تنازل المستعير عن استعمال العارية أو تصرف فيها على وجه آخر لمصلحة شخص آخر. كما تنفسخ العارية فسخ عقد الإعارة بوفاة المستعير وتصبح واجبة الرد أو بموت المعير. والنزاع زي ما أنتم عارفين حول العارية لا شأن له بملكية العقار أو المنقول محل الإعارة، لأنها مفترضة بعدم وجود نزاع حولها. فإن أثير نزاع حول الملكية توجب وقف الدعوى لحين البت في الملكية، إلا أن ذلك يشترط إلا أن هذا النوع من الدعاوى يشترط بعض الشروط، ألا وهي وجود عقد عارية ويثبت بكافة طرق الإثبات، سواء عن طريق الكتابة أو شهادة الشهود، كذلك انتهاء العقد بأحد الأسباب، عدم مرور الزمن على الممتنع برد العارية، وتبتدئ هذه المدة من يوم استحقاق رد العارية إليه. ثامنا، دعوى الانتفاع بالأجزاء المشتركة للمباني متعددة الطوابق. طبعا زي ما انتم عارفين الأجزاء المشتركة هي الأجزاء المشتركة على الشيوع بين ملاك الوحدات المفرزة في البناء والمخصصة للانتفاع أو الاستعمال أو للانتفاع المشترك لهم جميعا. وعادة ما تكون هذا النوع المراد المقام عليها البناء والأفنية، طبعا الجناين والممرات الخارجية والحدائق ومواقف السيارات وأساسات البناء والأسقف والأعمدة المعدة لحمل الجدران الرئيسية، كذلك المداخل والممرات والسلالم والأسانسير المصاعد، كذلك الأماكن المخصصة للحرس وغيرهم من العاملين في خدمة البناء، كذلك الأماكن المخصصة للخدمات المشتركة كالاتصالات والصالات إذا وجدت لإقامة أفراح والمآتم وغيرها، كذلك كل الأنابيب والإمدادات والأجهزة المجهزة لخدمة العقار، ومعيار تحديد الأجزاء المشتركة، وطبعا دائما مرتبط بالعقود المبرمة فيما بين أطرافها، وتحديد عدد المنتفعين. كذلك هناك تاسعا الدعوى التصريحية، وهي يقصد بها أنه يلجأ من يرفع هذه الدعوة إلى تصحيح الأخطاء أو تعديل في سجلات الأحوال المدنية، سواء كان فيما يتعلق باسم المدعي أو أصوله أو عائلته أو في تاريخ ميلاده أو مكانه أو أي بيان من البيانات الشخصية، واستثناء يجوز التصحيح لبعض المسائل أمام جهة غير
محكمة الصلح، وذلك في المسائل التالية: إذا ما تعلق الأمر بالجنسية والديانة أو المهنة أو قيود الأحوال المدنية المتعلقة بعقد الزواج من حيث بطلانه أو من حيث الطلاق والتطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب، حيث يتم التصحيح بناء على وثائق رسمية صادرة عن جهات ذات اختصاص بإصدارها، وذلك بناء على طلب أصحاب الشأن. 2. الأخطاء المادية، ويتم تصحيحها بناء على طلب ذوي الشأن من أصحاب العلاقة، يقدم إلى لجنة مشكلة من المدير العام رئيسا وعضوية رئيس قسم التسجيل المدني والمستشار القانوني بالمديرية، ويتم التصحيح استنادا إلى الوثائق المقدمة بالطلب، وكذلك تصحيح الأخطاء الواردة في سجلات الطابو أو ضريبة الأملاك أو أملاك الحكومة، ويتم عن طريق دعوة تخضع للاختصاص القيمي وتدخل في اختصاص محكمة البيادايا القيمي، كون هذه الدعاوى لا تقبل التقدير. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه المحاضرة، وإن شاء الله نستكمل في المحاضرة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.